ونحاول اليوم بحول الله أن نتحدث عن مدارج العروج إلى هذه المنزلة، وهي في حقيقة الأمر منزلة من منازل الإيمان تستحق أن يشتغل بها العبد حياته كلها من أجل أن يكون من أهل الصبغة، صبغة الله جل وعلا. أن يصطبغ الإنسان بهذا المعنى أي أن يصير جزءا من ماهيته، بل أساس ماهيته، كما عبرنا قبله حينما يصطبغ الثوب بالشيء يصير اللون محددا ومميزا له، به يعرف وبه يشعر، وهو انتماؤه وهو ماهيته وهو وجوده، يقع في الخير ويقع في الشر، كما استشهدنا قبله بقول الله جل وعلا: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فالصبغة يشربها الإنسان. من أهم المعاني التي ترد بهذا المعنى والتي هي الطريق في حقيقة الأمر، وهي الوسيلة إلى أن يصطبغ العبد بصبغة الله جل وعلا، الربانية، مما ورد في قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية نسبة، أي هذه اللفظة نسبة إلى الرب، وهي وقعت هكذا نسبة إلى الرب جل وعلا. والنسبة والإضافة في النحو لهما نفس المآل في نهاية المطاف، لأن قول الله جل وعلا صبغة الله هذا إضافة، وقد سبق البيان أن الإضافة ها هنا فيها معنى التخصيص والخصوصية، وكذلك النسبة نفس المعنى. فالشيء المضاف إلى الله جل وعلا يعني الصباغة ديال الله، كما سبق بيانه بالمعنى الذي نستعمله في عاميتنا، وهو صحيح مليح وقد سبقت الإشارة إليه في الحصة السابقة. المنسوب إلى الله إنما هو منسوب إليه من مقام العبودية له جل وعلا، كما نقول عبد الله وعبد الرحمن صبغة الله. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا المعنى ديال الإضافة اللي فيه الخصوصية، يعني عبد ديال الله، عبد الله وعبد الرحمن. العبد هنا يكتسب من نور الله ونور الرحمن جل وعلا معنى كونه عبد الله، وقيمة المضاف إليه، بل قيمة المضاف تتحدد بقيمة المضاف إليه. أنا نبسط هذا المعنى لغير المهتم بهذه الصناعة: قيمة المضاف تتحدد بقيمة المضاف إليه. يعني العبد قيمته منين كتجي؟ كتجي من قيمة المضاف إليه الله جل وعلا. فمن كان عبدا للشيطان أو عبدا للطاغوت فقيمته تتحدد بما عبد أو بمن عبد. وكذلك المؤمن يعلو درجات ويعلو منزلة بقدر ما ينتسب إلى الله جل وعلا، ينتسب، سواء انتسب بالإضافة عبد الله عبد الرحمن أو انتسب بالنسبة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذه العبارة في الحقيقة جديرة بالتأمل العميق: صبغة الله، صبغة الله يعني الصباغة ديال الله سبحانه وتعالى. فلذلك قيمة الصبغة، القيمة ديال هذه الصبغة تتحدد بقيمة من أسندت إليه على سبيل الإضافة، وهو الله جل جلاله رب السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى. العبد إذا اصطبغ بهذه الصبغة صار ربانيا، صار ربانيا بكل ما في الكلمة من معنى وما أحوجنا نحن في هذا الزمان على الخصوص إلى هذه الربانية. لا انتشال لنا ولا للأمة من وهدتها إلا بالعودة إلى صبغة الله، إلا بالتدرج عبر مدارج الربانية، لأن الربانية دروج. ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما كما ورد في صحيح البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل وقول الله جل وعلا. هذا كلام الإمام البخاري يحكيه في ترجمة كتابه باب من أبواب كتاب العلم صحيح البخاري: باب العلم قبل القول والعمل وقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال ابن عباس، دائما الكلام الإمام البخاري يحكيه، وقال ابن عباس: الرباني من يعلم بصغار العلم قبل كباره. ولك أن تقرأها أيضا: من يتعلم، أو من يعلم، أي يتعلم بصغار العلم قبل كباره. المقصود بالعلم في الإسلام ماشي هو يعني المعرفة أبدا،
المعرفة شيء والعلم شيء آخر، لأن العلم لا يسمى علما في حقيقته إلا إذا ورث العمل، إلا إذا ورث العمل. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي بما هم عاملون. ولو كانوا غير عاملين لما كانوا علماء في اصطلاح التعبير القرآني والحديث النبوي الشريف. من يربي بصغار العلم قبل كباره، الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، يربي أو يعلم أو يتعلم أو يتربى، يعني أنه يعرج إلى الله جل وعلا وإلى التعلم والاتصاف بأوصاف العلم الرباني الذي يعطي في النهاية صبغة الله جل وعلا، يورث القلب الصبغة، يورث القلب الصبغة فيصير لله وبالله. قلت: لا يكون كذلك فعلا إلا إذا قطع العهد وعزم العزمة على المضي في طريق الله جل وعلا والسير إليه. قلت: خاصة في زماننا هذا لا تكفي العلوم والمعارف، يعني ما كافيش نهائيا باش يخزن الإنسان راسه بواحد العدد من الأحكام الشرعية. هؤلاء نحن نرى أنفسنا ومن حولنا، كثير مننا لهم معرفة كبيرة جدا بكثير من الأمور، من المعارف الدينية والطبيعية وغير ذلك، ولا يحول ذلك كله بينه وبين المعاصي، لا يزال في خطاياه، غارقا في وهداته، مرتكسا في آثامه، لا يستطيع التخلص. وإنما الذي يستطيع فعلا الإقلاع إلى الله من قطع العهد على السير عبر مدارج الإيمان وعبر المنهج الرباني الذي أرساه القرآن. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي الرواية الأخرى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لتحصيل الصبغة، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، لأن العبد العابد حقيقة هو الذي اصطبغ بهذه الصبغة، لأنها صبغة عملية، صبغة ماشي ديال المزيدات القولية والكلامية أبدا، لأن جت الآية في سياق الجدل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، لآخر الآيات جدل. ختم القرآن جزءا من هذا المقطع بقوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ونحن له عابدون يعني كل الجدالات الفارغة لا تنجي، وإنما العمل. العمل العمل لا يكون إلا إذا نظر المؤمن إلى نفسه أولا، يشرحها، ينظر إلى نفسه ويحاول أن ينفض أغوارها نفضا، ليعرف الثغرات ويعرف النقائص ويعرف المشاكل التي يعاني منها داخليا. ما الذي يعجزه عن أن يكون عبدا لله حقا وصدقا؟ لا أحد يستطيع أن يجيبك عن هذا السؤال إلا أنت. يكذب عليك الكذاب إلا يقول لك كاين شي واحد في مجال الدين، في مجال الدين ممكن يرقيك وممكن يعني يعطيك المنازل الإيمانية، أبدا. وإنما غاية أهل العلم وأهل المعرفة في الدين أن يدلوك على معالم الطريق. يقول لك منين دازوا الأولين إلا بغيت تدوز، ما يمكنش يدوز في موضعك، لا يستطيع، مستحيل، لأن الإيمان أحاسيس ومشاعر، ولذلك لا يمكن لأحد أن يشعر ما كان أحد أو أن يحس بما يحس. الإيمان ذوق، الإيمان وجدان، الإيمان إحساس. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ها المشكل ها هنا. ولذلك إذا لا مناص من تجربة ذاتية، لا مناص من الدخول الفردي، كل نفس في نفسها في مجال العمل الديني، في مجال لاكتساب لمنازل الإيمان. قلت: وهذا لا يكون إلا بعد كشف النفس، دير كشف، بحال هذاك الراديو اللي يكشف البدن، واحد أيضا مثل هذا نافود كما يترجمونه، هذا اللي يسميه السكانير، نافود بالعربية الآن للنفس. هذا النافود لا يكون، لا يكون له نفض، لا يكون له كشف إلا إذا شرحت النفس بين يدي كتاب الله جل وعلا. قرآن لما تعرض عليه النفس ديالك سيضع الملامس على مواطن الداء من قلبك وتراها بعينك، وتعرف الضعف ديالي هنا، هنا أنا ضعيف، هنا أنا لا أستطيع أن أتحرك. فلذلك في هذه المواقع هذه حينما تقرأ كتاب الله جل وعلا وتدارسه بنفسك أو مع أهلك أو مع غيرك، ستكتشف مشاكلك النفسية
وتكتشف أدواءك جمع داء ومرض، تكتشف أدواءك وعجزك. والله تعالى صريح في الآية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي الكتاب، تدرسون الكتاب. وقد بينا قبل أن التدارس ليس بمعنى تبيون التفسير يعني والمعاني التفسيرية، لا، التدارس هو مرحلة ما بعد التفسير، هو ضربون من التدبر، ضربون من التفكر في النفس والتدبر لآلاء الله جل وعلا وآياته في النفس وفي الكتاب قبل ذلك وبعد ذلك وفي الآفاق، لينال العبد الصبغة التي يسلك بها إلى الله جل وعلا. قلت لابد من قرار أولا، الزمن لا يرحم، اليوم غدا، كل دقيقة تمر تفلتت من عمرك، كل دقيقة مرت تفلتت وضاعت من عمرك، ولا يمكنك أن تعيش اللحظة الواحدة مرتين. فإذا لابد من قرار، لابد من أقف نفسي على الخطوة التي أنا فيها قبل أن أخطوها، لأنظر إلى أين فير غادي، اتجاه إلى أين، البوصلة تقودني إلى أي اتجاه، إلى الله جل وعلا أم إلى الشيطان؟ لأنه إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لإبليس، ولا منزلة بين المنزلتين كما هو مقرر في علم العقائد. العبد إذا رأى نفسه فعلا وكشف حقيقته بأنه ينبغي أن ينطلق في اتجاه الخير، ينبغي أن يصطبغ بصبغة الله، فهذا قرار اتخذه أولا، ثم بعد ذلك مباشرة انظر إلى الأسباب العملية التي تسلمك إلى الطريق السائرة الموصلة إلى الله جل وعلا لتنال منزلة الصبغة وتكون من أهل الله، لأن صبغة الله تعني أنها صفة في أهل الله، نتكلمنا على معنى الإضافة، فيها خصوصية ديول الله، إن لله أهلين من الأرض أو من الناس كما في الحديث الصحيح، أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أهل الله وخاصته، وإنما المقصود أساسا بأهل القرآن المتخلقين بأخلاق القرآن، كما صح في حديث عائشة من صحيح مسلم في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: كان خلقه القرآن. خلق يعني الصفات، صفة النفس، معنى ديال الخلق ماشي بالمعنى المتداول الآن، لأن المعنى المتداول الأخلاق الآن هو معنى داخل، ماشي معنى عربي أصيل إسلامي، لا، معنى داخل، معنى فلسفي، أما الخلق في معناه الأصيل اللغوي العربي القديم والإسلامي، لأن الإسلام بني على لغات العرب، إنما معناه صفات النفس ثابتة، صفات النفس ثابتة، لأنه صفات نوعان، صفات البدن تسمى خلقة، الخاء واللام والقاف، جذر واحد، جذر لغوي واحد، فإذا وصف البدن قيل خلقة، والخلقة لا تتغير، ثابتة، وإذا وصفت النفس قيل خلق، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تستيقظ، كيف تتكلم، كيف كيف كيف، يعني الصفات النفسية، التصرفات ماشي الشكلية الظاهرة، لا، التفاعل ديالك الوجداني والنفسي الذي ينتج عنه العمل، كل عملك ينتج عن صفات نفسية باطنة، يعني باختصار هي خصائص النفس ما يسمى بالشخصية. فلما قالت كان خلقه القرآن، كأنها قالت بلغة العصر كانت شخصيته صلى الله عليه وسلم القرآن، بالاستغراق تام كل القرآن، لا يشد شيء منه عن خلقه عليه الصلاة والسلام فعلا وتركا، تخلق بالأوامر فعلا وتخلق بالنواهي تركا. أهل القرآن أهل الله وخاصته، هذا معناه الأساس، لا ينال العبد هذا قلت إلا بالربانية، إلا بالصبغة، وهذه الصبغة بعد اتخاذ القرار بأن تسير إلى الله جل وعلا لابد أن تعرف الطريق، الطريق رسمها الله جل وعلا، ذكرت الآية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. علم الكتاب ودراسة الكتاب ليس معناه أن يشتغل الإنسان فقط بالتلاوة الليل والنهار، أنا الليل وأطراف النهار، والتلاوة خير كبير جدا لا شك في ذلك، ولكن لابد من اكتساب صفات القرآن، لابد من التخلق بأخلاق القرآن. ولذلك الآيات حينما كانت تنزل بداية الأمر لم تكن تنزل جملة، ولكن كانت تنزل منجمة، رب العالمين ينزل 4 آيات 5 آيات وينقطع الوحي مدة ثم يستأنف النزول، لأن الله سبحانه وتعالى عامل النفس الإنسانية بالقرآن كما عامل الأرض بالمطر، باش الأرض كتغل وتعطي مزيان يأتيها المطر على فترات، أطيح واحد الشتوى ترطب الأرض، حرتوا الناس، قلبوا الأرض،
طيح شتوى أخرى كيرميو الزريعة، طيح شتوى أخرى كتنبت، طيح شتوى أخرى وهكذا. ولابد ما بين الإمطار والإمطار من فترة تستريح فيها الأرض من الماء وتستفيد من شعاع الشمس. النفس الإنسانية هكذا تتنزل آيات على الوجدان البشري، يحتاج ليستوعبها خلقيا إلى زمن. لا يمكنش تدفع له القرآن في حقنة ضمن حقنة واحدة إذن يرده ردا، لا يستطيع. القرآن ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولأننا نريد أن نستوعبه جملة نتركه جملة، مستحيل. ما يمكنش الإنسان يقول أنا غنقبط القرآن ونشده في ظرف وجيز فأصير متخلقا به، هذه ماشي خدمة وماشي طريق الأنبياء. الحفظ للقرآن شيء والعمل بالقرآن شيء آخر، والله جل وعلا قدير سبحانه بأن ينزل القرآن جملة واحدة، وقدير بأن يطبعه على قلب رسوله في أقل من رمشة عين، فإذا به ينطق بالكتاب من الفاتحة إلى الناس. ولكن الله عز وجل رسم منهج للبشرية، استفاد منه أصحاب رسول الله والتابعون لأصحاب رسول الله والتابعون لمن تابعهم إلى يوم الناس هذا، ولا يزالون إلى يوم القيامة يستفيدون من منهج الله، من الربانية، من الصبغة القرآنية المنسوبة إلى الرب أو إلى الله جل وعلا. ولذلك كل منا مطالب بأن يراجع نفسه، ما معي من القرآن؟ قال ما معك من القرآن؟ معك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسول الصحابة ما معك من القرآن، قل معي سورة البقرة وكذا وكذا. ما كان أصحاب رسول الله يحفظون أشكال الألفاظ ورسومها وحسمها، ولكن معه هذه المعية هذه تعني معه بكل ما للكلمة من معنى. المعية من الصحبة الخلقية، من الصحبة أقول تخلقية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. منين هاد المعية؟ غير عايشين معه. أبو جهل عاش معه وأبو لهب عاش معه ولم يكونوا معه. ولكن ما معنى المعية؟ فسرت بعد في السياق تراهم ركعا سجدا، هالمعية هذه معه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. جاء تفسير المعنى السابق بالكلام اللاحق. ولذلك أن يكون معك شيء من القرآن فاعلم أنك كأنما حزت الدنيا بحذافيرها. حقيقة لما نشوف صحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني أخجل من نفسي أن أقول معي سورة الإخلاص من القرآن، ما نقدرش نزعم عليها. هل فعلا قل هو الله أحد سورة الإخلاص معي بكل ما في الكلمة معنى، أم أنها فقط على لساني وليست معي قطعا؟ طبعاً يعني هذه المعية لما نتحقق منها بعده بالشكل الحقيقي. كانوا أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا قرأ أحدهم سورة الإخلاص صار مثل الجبل في إيمانه وفي قوته وعزيمته على خرق كل ما يعرضه من آفات أو مشاكل أو أي شيء من أعمال الشيطان، لأنه سورة الإخلاص كتعطيه الأمان التام، تعطيه العصمة بالله جل وعلا، العصمة بالله أي يحفظ بالله جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، والصمد في العربية يطلق على رأس الجبل، يعني ذاك الجبل اللي يعني هذا بالمعنى اللغوي، الجبل اللي كيكون طالع حتى للرأس ديالو دير واحد الصخرة كبيرة كتكون كتلة صخرية واحدة ماشي مركبة من أجزاء، كدية صخرة كبيرة كتسمى صمد، لأن الناس يصمدون إليها عند الطوفان إذا كان غرق أو كان واحد هارب من شي سبوع أو وحش، يصمدوا إلى صخرة كبيرة لأنه كيظن بأنه سيعصم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الصمد الحق إنما هو الله جل وعلا. فإذا قرأ أحدهم سورة الإخلاص تنزل عليه الأمان، علاش؟ لأنه متخلق بها، لأنها معه شي غير على لسانه، ليست على لسانه وحسب، بل هي معه، بل هي معه. اصطبغ بهذه المنزلة صبغة الله، صار ربانيا بها. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون من حقائق الإيمان الواردة في الكتاب. نحن في حاجة إلى إعادة قراءة القرآن بهذا المنهج، نبدأ من الليف ونراجع راسي مع سورة الفاتحة. أستطيع أن أقول الفاتحة معي؟ والله صعب جدا. وقد قرأ أحد أصحاب رسول الله الفاتحة على نديغ
واحد عالضحية عافانا الله وإياكم، قرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأن لم يكن به شيء، ناض بحال ما به والو، لأن القارئ بما عزم من قراءته كانت الفاتحة معه، نزل عليه الثقل. كان إذا قرأ القرآن تنزل ثقل الإيمان على من قرئ عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تصدع التشقق، تشقق تحت ثقل، لا تحط عليه حاجة ثقيلة يتصدع. فالآية الواحدة من القرآن لو اكتسبها العبد حقا 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 لكانت له نجاة، ولكانت له نبراسا ونورا وفرقانا وحصنا حصينا. قليل من القرآن يكفيك إلى يوم القيامة، قليل من القرآن يكفيك. يجي واحد العداد ديال الشباب عندهم اضطرابات نفسية، عندهم وساوس، عندهم، ومع الأسف هذه الأمراض النفسية والعصبية كثرت بحيث صارت يعني غريب الوضع ديال الشباب الآن، ذكران وإناثا. كتقول له قرأ القرآن، ديال أذكار، كيقول لك قريت، ما قراش مع الأسف، ما ذكر، لأنه يعني ليس ما قرأ من القرآن معاه، ما معاه. القرآن أو قراءة القرآن مشروع، مشروع، مشروع كبير، مشروع نفسي وجداني ومشروع اجتماعي. لما كنقول مشروع نفسي وجداني يعني راه واحد العمليه نفسيه داخليه، اللي بدا يدخل لك القران داخل اللطائف الباطنه تشتغل، كما عندنا مثلا اشياء تتحرك في ابداننا، عندنا دوره دمويه مثلا خدامه كتحرك، عندنا الات عضليه تتحرك، قلب يضخ الدم ويخفق ويدق، اعصاب تتحرك، جهاز هضم يتحرك، يعني عندنا اجهزه في البدن ديالنا، اجهزه كثيره كلها تشتغل، كريات حمراء بيضاء، اجهزه كثيره. النفس ايضا على نفس الوزان عند الاجهزه ديالها تتحرك، اما اجهزه معطله، هذه نفس مريضه هادكة، او اجهزه بعضها معطل وبعضها يتحرك، والذي يتحرك قد يتحرك ببطء، وهكذا. للنفس قلبها، وللنفس عينها، وللنفس اذنها، كل الاشياء التي بها نشعر حسيا، الاذان، الحواس، والعينين، واللمس، كل شيء للنفس ما يقابله واحدا واحدا. هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في القرآن كثير من هذا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وهو يتحدث جل وعلا عن الميت من بعد ما مات صار يبصر الحقائق كاملة مع أن عينه انتهت، تحللت في التراب. فبصرك أي بصر إذن؟ إنما هو بصر النفس وبصيرة الروح والسمع أيضا والقلب أيضا، كل ذلك لطائف موجودة في النفس، أشياء أخرى معادلة للجوارح الظاهرة. المشكل ديالنا أقول أن هذه اللطائف الباطنة معطلة، ما خدمش. لو أبصرنا حقا بعين الروح لرأينا أحوالا أخرى من أنفسنا، لو سمعنا حقا بأذن الروح لسمعنا حقائق الإيمان صرخ من باطننا وحولنا، لو تحركت قلوبنا فعلا، قلوب الروح، قلوب الأنفس، لانبعثت الحياة فينا من جديد لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذه المعاني الكبرى هي التي تورث العبد الصبغة، صبغة الله، تخليك فعلا ديال الله عز وجل، وتشوف ما يقع حولك بهذه الأدوات النفسية. حينما يدخل القرآن وتشرب أنت روح القرآن تصبغ صبغة ربانية، تصبح ربانيا لك صبغة الله جل وعلا تتجلى فيك. هذا الزمن المادي المتسارع نحو الهاوية الذي يتنافس في إرضاء إبليس وفي إبراز أخطر الوجوه من محاربة الله جل وعلا والتمرد على الخالق بأبشاع المعاصي، لا يمكن للعبد المؤمن أن يعيش داخله إن لم يكن له حصن حصين قوي جدا. هذا الحصن الحصين إنما هو سيف القرآن، سيف البتار الذي يقطع الباطل ويفرق بين الحق والباطل ويريك النور داخل الظلمة، وتمشي على بينة من ربك ولا تتأثر بمشاهد الانحراف البشعة وبإغواءات إبليس المهلكة. العبد سيكون في أمان إذا أمن الله تعالى، فهو في أمان. وهذا في القرآن كثير وفي الأحاديث كثيرة بالأعمال، هذه الأعمال اللي هي مدارج ديال الصبغة. وقرأ إن شئت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يؤسي. ذمة الله يعني الضمان، الأمان، لاسيرونس. منين غيحميك؟ يحميك من الآثام، تجد قوة إيمانية تحميك من أن ترضخ للشهوات الباطلة،
تحميك من أن تستجيب لنداءات الشيطان، يكون عندك ضمان، يكون عندك حماية وحمية، عندك جهاز المناعة الروحي عالي 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 جدا، لأنك حضرت الوقت ولم تكن غائبا. والأوقات في الإسلام لها أسرار، تجليات الروح تقع في الأوقات، تجليات الروح تتجلى في الأوقات، أي أن الروح، روح البشرية في هذه الأوقات التي خصها الله جل وعلا، وهي أسرار قطعا تقع فيها الصلة بين الأرض والسماء. الملائكة تعرج فيها صعودا ونزولا، والأعمال والمعاني كل ذلك، فمن كان غائبا فهو خارج التاريخ، تاريخ الروح، ولذلك يغلبه الشيطان ويرفسه إبليس ويصرعه أرضا، يطيح في الشهوات والمنكرات ويتركه صريع البلاء والفتن، نعوذ بالله من البلاء والفتن. العبد المؤمن هو الذي إذا أنصت إلى القرآن واستمع تنزلت الآيات على قلبه، قلت كما تتنزل الصباغة على الثوب، فإذا بقلبه أخضر، أخضر يانع، ينبت من أزاهير الإيمان ورياحين الإحسان ما تأنس به الملائكة. الملائكة تأنس بالمؤمن الذاكر لله جل وعلا. ولذلك حينما استوصى أحد الصحابة أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ديما منبت، ديما ريان. لا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان هذا القلب حيا. هذا المعنى الإخوان ديال الصبغة حقيقة نحن في حاجة إليه، لأنه في هذا الزمان إما تكون ديال الله إما تكون عدو الله، نعوذ بالله. راه ما كاينش وسط بالمعنى يعني الرياضي الكلمة في الدين، لا بد من الانتماء إلى الله أو تنتمي إلى غيره، وما غيره إلا الشيطان، نعوذ بالله من إبليس. العبد لا بد أن يتخذ قرار، وهذا الزمان بكل صراحة أقول مخيف، مخيف، أمارات سوء تتجلى على العالم، مخيفة، نذر، نذر، يعني هاد الجرأة على الله التي تقع بين الناس شبابا وشيبا وكهولا نساء ورجالا، والمصارعة نحو بيع الدين، بيع الدين، يعني تجد الإنسان يبيع أباه بدرهم، يبيع عرضه بدرهم بلا شيء، المرأة تبيع ابنتها والرجل يبيع زوجته والنساء يبيعن أعراضهن، يعني بشكل خطير جدا. هذا الأمر يدل قطعا على أنه الحال الإيمانية للناس في خطر. وكلما عمت الفاحشة في قومي، كيكون واحد اثنين لما تعم الفاحشة بواحد شكل مخيف حتى يتجاهر الناس بها وينعدم الحياة، كيبقاش الحياة كما نشهد ونرى الليل والنهار، كيكون يعني مؤشر ديال جوج احتمالات، ما كاينش الثالث، نعوذ بالله، إما مهلكة شاملة نسأل الله العافية كما وقع لقوم لوط ولقوم عاد وثمود وفرعون وقوم نوح، كل الأمم التي أبيدت وأهلكت بسبب أن الظلمات وصلت حدها، أو كتكون بشرى أيضا العكس تماما، ونطلب الله تعالى تكون هذه الظلمات هي فعلا الظلمات التي تسبق الفجرة، لأنه فعلا ما بعث رسول أو نبي إلا في ظلمة حالكة. فلعل أن الأمر يتجدد، ولعل أن الرجوع إلى الله جل وعلا يقع، ويدخل الناس من جديد في دين الله أفواجا تائبين، لا مسلمين وحسب، فهم مسلمون الحمد لله، ولكن يحتاجون إلى توبة، يحتاجون، نحن محتاجون إلى توبة، إلى أوبة، إلى توبة جماعية عامة في أنفسنا، أبنائنا، أطفالنا، خص ندخلوا القرآن الديور ديالنا، ندخلوا الإسلام، نشعروا ولدنا بلي راهم مسلمين. راه بقاو الشباب كيفقدوا الإحساس بالانتماء للدين، لأنه ولا الإنسان عنده زايد نقص، بل يتشهى أحد من يكون نصرانيا أو يهوديا، هذا واقع نراه ونشهده. فمعنى ذلك أن الانتماء ضعاف للدين، أن الصبغة بهتات بحال داك الثوب اللي دير له جافيل، يعني بات بات بات، نحتاج إلى تجديد الصبغة، ولا تتجدد هذه الصبغة إلا بالمنهج القرآني، ما كاينش اثنين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ونحن له عابدون في تكميل الصبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي أن العبادة هي طريق الاصطباغ بصبغة الله، والعبادة بما هي إخلاص لله جل وعلا. قل تحاجننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فالعبد في حاجة يومية، يومية إلى تجديد الإخلاص، كل يوم العبد في حاجة إلى تجديد نيته، إلى تجديد إخلاصه، إلى محاسبته على نفسه، في نفسه على عمله، كل يوم كيف صليت اليوم، كيف صليت اليوم،
كيف صليت الصبح، كيف صليت الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هي فرائض، ما فيها شي وحدة نافلة. إما أنك أديتها حقا فقد وفيت، وإما أنها منقوصة فرق غادي تحتاجها يوم القيامة، تحتاجها، أتلقى بلاصتها خاوية. وسيسألك الله يوم القيامة عنها، أين الصلاة الفلانية عندك فيها صفر؟ هذا مشكل. نحن في حاجة إذن إلى إعادة السؤال، نسأل أنفسنا، هل أنا أصلي فعلا؟ هل أنا مسلم حقا وصدقا؟ هل أترك المعاصي حقا؟ ما حدود تركي للمعاصي؟ ما مدى استجابتي لأمر الله ينادي افعل كذا افعل كذا؟ ما حدود استجابتي لنهي الله أترك كذا؟ ما تركت وما لم أترك؟ هذا خطاب وحساب يومي العبد في حاجة إليه، إما أن يدخل فيه وإما أن يكون من الهالكين. وما يدري الإنسان بما يخرج الغد، والله ما كتعرف غدا باش غيطلع. في مثل هذه الظروف العبد يخشى أن نكون نعيش الهدوء الذي يسبق العاصفة، نسأل الله العافية، لأنه راه ما يمكنش يعني الإنسان والمجتمع يجاهل بمعصية الله، والله تعالى مطلع على ذلك قطعا، راه سبحانه كيشوف، لا تخفى عنه خافية جل وعلا، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. فمعنى ذلك إذن أن الله جل وعلا إما أنه يمهلنا لأمر، وإما أنه رأى ونظر فينا سبحانه وتعالى خيرا يخرج. ولذلك إن كان ذاك الأول يعني في حاجة اللي تخوف، بادر هاربا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كما جاء في كتاب الله. وإن كانت الأخرى شي خير جاي، فبادر لأن تكون من أهله، لأن لما كنتش من أهله تكون من الآخرين. لا من جاء من الله إلا إليه، ولا من جاء منه إلا به جل وعلا. فاللهم اجعلنا من الناجين، واجعلنا برحمتك من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.